شارك سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي اليوم في لقاء ضمن فعالية الملتقى الدبلوماسي 2023 وتقدم سعادة وزير التربية والتعليم بجزيل الشكر والتقدير لسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وكافة القائمين على الملتقى الدبلوماسي 2023 والذي يعد فرصة طيبة لتبادل الأفكار والخبرات ووجهات النظر مهنئا سعادة جميع منتسبي وزاره الخارجيه بمناسبه اليوم الدبلوماسي لمملكه البحرين والذي صادف الرابع عشر من يناير الجاري، مستعرضا الدور الذي تضطلع به وزاره التربيه والتعليم في تنظيم العمليه التعليميه والارتقاء بمخرجاتها. وتطرق سعاده الوزير لبعض المنجزات التي حققتها وزاره التربيه والتعليم، مؤكدا حرص وزاره التربيه والتعليم على ترسيخ مفاهيم حقوق الانسان في المناهج التعليميه، مستعرضا الدور الملحق الثقافيه والشراكه مع بعثات مملكه البحرين في الخارج بهدف الارتقاء بمستوى التعليم وخدمه مصالح الطلبه البحرينيين المبتعثين في الخارج